السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل وأغنية بتقول اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني وهو جوهر الصقلي، لأن هو كان قبل ما يدخل الجيش في الدولة الفاطمية كان شغال في عمل الحلويات، ولما جه مصر طبعا الناس على دين ملوكهم انتشرت الحلويات بالذات في المناسبات زي رمضان والعيد الكبير والعيد الصغير والحاجات دي كلها. طيب لما نيجي نبص على منظر من مناظر القاهرة بالشكل دوت بنلاقي في فرصة حلوة قوي إن إحنا عندنا مسطحات كتيرة جدا غير مستغلة، نقدر نعمل زراعة الأسطح. زراعة الأسطح ده هيدينا إحساس جميل جدا بالجمال وتربية الأطفال على المسؤولية، وممكن تزرع حاجات تتاكل، بيقلل درجة الحرارة للناس اللي موجودة تحتيه. ففي حاجات كتيرة جدا، فرص حلوة قوي قوي في منطقة مثلا زي القاهرة وأماكن كتير جدا نبدأ نزرع. لو أنت حتى في بيتك، يعني كل واحد يهتم بأن هو يزرع فوق البيت بتاعه، هتبقى القاهرة خضراء وتبقى جميلة جدا، سواء بالأقمار الصناعية سواء الناس اللي عايشة فيها. حتى لو أنت جيرانك بدأ تزرع أخضر، أنت نفسك بتحس بالجمال فتتحرك وتبدأ تزرع. فياريت كلنا قدر الإمكان نزرع فوق الأسطح، ممكن حاجة تتاكل، ممكن حاجة رائحتها حلوة وهكذا.